السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. كما تشوفوا الخوت هاد الفريخات هادو راهم الوالج نتاعهم. الفريخات هادو قربو يطفطمو. بالنسبة للناس المبتدئين اللي ما عارفينش كيفاش يفطمو الولاد وفوقاش الوقيته نتاع الفطم نتاعهم، كما تشوفوا هو داك الفريخ هو راه بيخرج من العش. يعني فوا يخرج من العش صافي بيولو تيوكلو هو اللي جاي خارج العش، بيوكلو هو اللي جاي خارج العش صافي. وبالنسبة للأول آخر تا هو خرج. بالنسبة لها بيتو تفطموهم أنا نوريكم هاد الخوت. شتو شي واحد هانتوما الخوت تشوفوا هاد الجناح تاعهم. الى كمل الجناح كما تشوفوا هنا باقي ما كمل الجناح، الى كمل الجناح هنايا يمكن لك تفطموه. بالنسبه لهذا راه باقي صغير كما تشوفوا الخوت، اللهم بارك، باقي صغير كما تشوفوا. بالنسبه للخوت اللي عندو الفراخ والانثى نتاعهم بتوضع العيد بتوضع البيض، اشنو هو المعمول؟ هتشدو هاد الفريخات هادو كما تشوفو هما خارجين دابا من العش. هتشدوهم هتحطوهم هنا، هتحطوهم هنا في الاسفل، هتحطوهم هنا لتحت، هتخبوو العش. تشدو كاع الفراخ اللي كاينين هنا وتشدوهم تحطوهم هنا لتحت، تحطوهم هنا لتحت وتحطو لهم شي طاسة ودير لهم فيهم الماكلة. تشيرو الماكلة وتخليو الانثى تدخل هنا بوحدها للعش والذكرى غادي يولي تطعمهم، والانثى غادي تحضن هنا البيض والذكرى يولي تطعم الفريخات اللي كانوا هنا. ما تجي في تحت الانثى، ما تجي في تحت الانثى البيض الاولى والثانيه بيكونوا الفريخات تفطمو، بيكونوا الفريخات فطمتيهم. وما تنساوناش بلي لايك، وغادي نديرو ان شاء الله فيديو اخر جديد عن فطم الفراخ و الاكل نتاعهم شنو غادي نديرو، اشنو نوجدو الانثى والذكر العش الثاني ان شاء الله بحول الله. كما تشوفوا الخوت هما الفريخه تاع بيخرجوا من العش كما تشوفوا، اللهم بارك. ثلاث لوينات زوينين كما تشوفوا الخوت. ما تنساوناش بلي لايك، اللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع الدراري اللي مبتدئين، بارطاجيو معنا الدراري في الجروبات. السلام عليكم.